بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ننزل من القرآن، هذه الآية الكريمة نزلت في ظرف سيمر علينا إن شاء الله شرحه، صححت فيه كثيرا من الآراء التي كانت سائدة في المجتمع، لأن معالجات القرآن الكريم معالجات على مختلف الأبعاد، يعني أي خلل في جانب من جوانب المجتمع كوني عالجة، أكو خلل بالجانب النفسي، خلل بالجانب العقائدي، خلل بجانب اقتصادي مثلا، أي جانب من جوانب الحياة يحتاج إلى معالجة، الرسالة الشاملة لازم تعالجه، يعني ما تترك ثغرة بالمجتمع. هذه الآية جاءت على هذا النحو من العلاج. بس ألفت نظرك لنقطة، شنو هو وسيلة العلاج اللي عنده؟ وسيلة العلاج اللي عنده كان يعلق كعب أرنب، إذا تمرض جسديا يعلق كعب أرنب ويعشر، يعشر يسموه التعشير، التعشير يعني مريد يطب للمدينة، إذا مدينة موبوءة بدل ما مثلا يتناول أفرض نمط من أنماط الأدوية أو التلقيح مثلا ويوقف ينهق كما ينهق الحمار، هذا يسموه التعشير، نبه لي، وإذا شوها يعني معناه هاي وسيلة لطرد المرض، أو بتعبير آخر هاي دواء. فهذا قسم من أقسام العقائد التي كانت شائدة عندهم بالنسبة للمرض الجسدي، إذا تمرض كعب أرنب، وين أكو كعب أرنب؟ لأن الأرنب هم يأكلونها، طبعا كعاب الأرنب موجودة وحتى الآن باقي المذاهب الإسلامية تأكل الأرنب، والحقيقة يعني إحنا إنما نأكله لأنه يحيضه في الواقع، الحيوان هذا الأرنب من الحيوانات التي تحيض، هاي نقطة. ومنصوص الظاهر يعني رسول الله صلى الله عليه وآله مر على جماعة وشافهم يأكلون، أمرهم بإراقة ما في القدور، قالهم ذبوه أريقوه، والظاهر المسألة يستوعبها الدميري في كتابة حياة الحيوان، اللي يحب يشوفها يستوعبها الدميري في كتابة حياة الحيوان. بس الحقيقة أن هذا يكاد يكون متأثر بميراث من مواريث العرب، يعني هذا واحد من الأعراب سألوه قالوا له أنتم ماذا تأكلون؟ أكلكم شنو؟ قال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين، أم حبين فدنوع أشبه شيء بالوزغ يمشي على الجدار يسموها أم حبين، قال إحنا كل شيء يتحرك نأكله إلا أم حبين، قال لا لتهني أم حبين السلامة، زين الله خلصها منكم هم كل شأن. الواقع طبيعي هذا ناتج من فقر، يعني بلي هذا ناتج من فقر، لا تتصور أن مثلا هذا جاي من سوء سليقة، لا لا، لكن جزيرة آنذاك غاية بالفقر، غاية بالجوع، غاية بعدم وجود الزاد والماء، فكانوا يضطرون إلى هذا، فظلت تقريبا أكو عندهم بعض المواريث الاجتماعية. ولما إجا الإسلام نص على المحرمات البعض، وهذا ترى منشأ من مناشئ اختلاف الفقهاء، يعني إحنا عند الفقهاء أكو مناشئ لاختلافهم، تلقى الحكم الواحد يختلفون به الفقهاء، منشأ من مناشئ الاختلاف شنو؟ اختلاف الروايات، يعني هذا يروي شيء، هذا ترد به رواية وهذا ترد به رواية،
واحد يعتمد على هالرواية واحد ما يعتمد على هالرواية، فينشأ الخلاف. وما أعتقد أنا أكو مسلم مثلا يصح عنده أن هذا محرم ويقدم عليه، لا معاذ الله ما تقول. لكن أنا أقول لك البعض يتساهل في قبول الرواية، يعني مثلا يعتمد على بعض الروايات دون بعض، يعتمد على بعض الأشخاص. مثلا شخص موثق، نبه لي، شخص موثق عند جماعة وعند جماعة غير موفق غير موثق. هسه مثلا افرض قضية العصبة، الآن إذا واحد مات وما عنده إلا بنت، البنت تأخذ نصف من ميراثها بالفرض، لأن القرآن فرض لها النصف، النصف الثاني يدفع للعصبة عند المذاهب الإسلامية، عندنا لا، يدفع للبنت نفسها، يقربون الأقربون أولى، وماكو واحد أقرب إلى من ابنه. الجماعة عليه من مستندين، جماعة مستندين على رواية يرويها طاووس. طاووس إحنا ما نعتبر روايته، لأن طاووس واقع من الضعفاء، أو بالأحرى ممن يمشي وراء الركاب، يعني بلاط الأموي مثلا أو البلاط يطارد وراهم. وياي مشكلتنا ترى مشكلة الفكر الشيعي هو هذا، بالي مشكلة العقدة الأساسية هو أن ما مشى في ركاب الحكام في يوم من الأيام، لذلك أصبح مطارد محارب، أصبح خطر، وإن كان هالأيام جاي ينسحب على كل فكر إسلامي بمبادرة. هالأيام أي فكر إسلامي بمبادرة وحط إيده على الدنبلة يعبروا عنه إرهابي. المهم أعود للموضوع، إذا أكو نمط ها من أنماط الروايات يعتمد عليه البعض والبعض الآخر لا. هذول كانوا يعلقون كعب الأرنب بالنظر إلى أن الأرنب يؤكل عندهم يوميا، إذا تمرض يدور لكعب أرنب يعلقه ويعشر وبناء بها الطريقة، خلاص هذا راح يبرأ. أما إذا خشي المرض الآخر، المرض الآخر شنو؟ كانوا يعتقدون أن الجن تمرضهم، الأرواح الخبيثة والجن سيلة، ليش هذا شبي يقولون حلت فيه روح خبيثة أو الجن مثلا. حتى الآن أكو عندنا جماعات يعتقد أن هذا تمرض طب جني براشة مثلا، أش شلون هالجني طب براشة ما أدري. هو هذا الجن هم أحيانا يستغلون لهدف سياسي، أحيانا الجن قد يستغلون لهدف من الأهداف السياسية بعض الحالات. سعد بن عبادة امتنع عن بيعة الخليفة الأول، قتلت الجن بالليل، قتلته وصبح ميت على كل حال. فالمسألة الجن كان إلى دور، تلعب دور عندهم في عقائدهم، عندهم تلعب الجن في عقائدهم أدوار عجيبة. وإلى الآن المصيبة، يعني قبل سنة صدرت فتوى، واعتقد الفتوى من الشيخ ابن باز على ما أذكر، الفتوى بأن المرأة الجنية يجوز أن يتزوج منها الإنسان، ويأفت كارثة مصيبة. تجيك المرأة بعد يومين ويا شنو زوجت لي جني، يا شيخ الله ما تصدق يعني شلون. يعني على العموم أنا خطر الموضوع سبق أن تعرضت بصورة مفصلة، فمو مشكلة. هذه اللي أريد أقول أن موضوع الجن، دول يتصورون أن الجن أمرضته، هذا أمرضته الجن والأرواح الخبيثة. في هالحالة شنو؟ ذاك مرض جسدي يعلقون كعب أرنب ويعشر، لكن هذا الجن في هالحالة ينجسوه ويعلقون عليه خرقة حيض أو عظام الموتى، يقول عظم ما الواحد ميت أو خرقة حيض أو ينجسوه. ويقول شاعرهم: فلو أن عندي جارتين وراقيا وعلق أنجاشا علي المعلق. كانوا يعتقدون أن بها الطريقة نعم يبرأ، أن بها الطريقة لا يبقى عنده مرض. أنواع عندهم من الأمراض كانوا يتصورون معها هذا اللون من الفكر، يعني عندهم أنماط من الفكر هكذا أمراضهم تداوى بهذا اللون من الدواء. مثلا
اللي يريد يصير شجاع شنو هذا شي يسوي خصوصا عند قبيلة طي؟ شلون يصير شجاع؟ يأكل لحم سبع، لحم السباع. إذا أكل لحم السباع يتصورون أن هذا راح يصير من الأبطال لأنه أكل من لحوم السباع. ذاك شي يقول الشاعر أبا الغنائم: لا تعنى بأكلك ما تظن أنك تمشي فيه كرارا، فلو أكلت سباع الأرض قاطبة ما كنت إلا جبان النفس خوارا. يقول ريح روحك علينا، لو تأكل سباع الدنيا أنت ذاك أنت تخاف. هذول كانت عندهم العقيدة أن إذا أكل من لحم السباع، فتأمل هذا اللون من الفكر الذي لا يعتمد على قاعدة أو على تقنين أو فتفكر مثلا ما مأخذ حق من التمحيص، فتفكر خرافي أو فكر أسطوري، والقرآن الكريم نزل بهذه الأجواء. طبعا هذه أجواء لا تصور سهل يعني تغييرها، مو تتصور سهل أنك تتغير لك عقيدة واحد، لا لا أبدا. مسألة العقيدة يريد لها جهد كبير جدا، ويريد لها زمن، ويريد لها توعية كاملة. إذا تحاول أن تغير عقيدة واحد تحتاج إلى أزمان. يلا تغير عقيدته، مو سهلة، جدا مو سهلة. مسألة العقائد متأصلة في قرار النفس العقيدة. فشلون يجي الإسلام؟ نعم، يعني شتت ملاحظ إيش قد إن من نزل الإسلام إلى الآن 1400 سنة، وإلى الآن مثلا بالجاهلية كان هذا يتصور أن إذا شلع رحاته وذبها بعين الشمس راح تطي رحة ثانية يقطفها، إلى الآن يقطفها بعين الشمس. يعني تصور هذا، أنا 14 قرن مو قادرة، هل مع هالعلم مع القرن العشرين إلى الآن مو قادرة تشلع ما تأصل عندهم؟ أمور مو تصورها سهلة أبدا. ولذلك طريق المصلحين طريق صعب جدا صعب. يعني أنت انتظر أن المصلح يرمو بكل كريهة، خصوصا إذا اصطدم ببعض عقائدهم، الأمر مو سهل أبدا. فنزل القرآن في هذه الأجواء. طيب خلينا نشوف الشفاء الذي أشار إليه القرآن الكريم ما هو. حتى أذكر بعضهم كان يستعمل الرقية، لكن الرقية يعني عندهم كلمات هم يعتبروها رقية، يعني بتعبيرنا حرج أو دعاء، رقاه فلان. وأبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلنا في شرية، إحنا 30 واحد، أرسلنا في شرية مرينا بحي من أحياء العرب، يقول 30 واحد استثقلونا، أنه 30 واحد يقدمون نجاد وعلوفة لخيلنا ما أعطونا شيء. يقول إحنا أنزلنا رحلنا، عدنا بقية جاد حاطين ريد نأكل، أجب أثناء واحد يركض منهم قال إن الملك يموت، رئيس الحي يعبروا عنه بالملك، قالهم هذا يوم يعني مريض، هذا لدغته لدغ والآن يناجع يموت، فهل عندكم رقية؟ يقول أبو سعيد قلت له أنا أرقية لكن بشرط. قال لي شنو؟ قلت له أن تعطونا. قال لي نعطيكم 30 شاة، ما عندي مانع. يقول أقبل قرأت عليه سورة الحمد 7 مرات أفاق، لما أفاق فرحوا، يقولوا هاي فرحوا، أرسلوا لنا 30 شاة وأرسلوا لنا النزل، النزل يعني الطعام يعني الضيافة، أرسلوا لنا الضيافة وأكلنا، لكنه بالنسبة إلى الشياه يقول ما ذبحنا واحدة منها، توقفنا أن نأكل من لحمها مخافة أن يكون حرام. رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وآله أخبرناه بالخبر، التفت إلى أبي سعيد قال له ما أدراك أن سورة الحمد رقية؟ قال له يا رسول الله هكذا ألقي في روعي أنا، يعني قدح في ذهني أن سورة الحمد فيها شفاء. قال له بلى إنها لرقية. قلنا له يا رسول الله ما حكم هذه الشياه؟ شنو حكمها؟ قال كلوا واطعمونا مما عندكم، فأباحنا، يعني يقول تناولنا من عندها، أباحنا من عندها. فإذا كانت عندهم أنماط، يعني مسألة الرقية يرقى
هذا يعني يقرأ له ما يجول به المرض، لكن طبعا ما كان عندهم كتاب مقدس حتى يرقوا به، إنما الألفاظ اللي عندهم وباقية إلى الآن حتى موجودة. وخطية يعني تلقى دولة الشعوب البسيطة تنخدع يعني، وهي مسألة خطيرة جدا خطيرة. تلقى هذا مولانا أكو جماعة قاعد هذا من هذول الدجالين يعيشون بهالمستنقع الآثم هذا، وهو خدع الناس، خدع الناس وخصوصا استثارة، لأن هاي لا تعتقد أكو نزعة في نفس الإنسان أعمق من النزعة الروحية. هذول يشتغلون هالجانب هذا، وهذا تعرف المريض مثل الغريق، إذا يشوف له تبنة يشلب بها يعني، ما يدري يتصور أن هذا راح خلاص ينقذه. فالشي يبقى تبقى المسألة أمانة في عنق من يحمل دين ومن لا يحمل دين. أكو واحد متدين طبعا ما يدنا إلى هذا، وأكو لا والله من هالمرتزقة. المهم أعود للموضوع، خلي نلاحظ إذن ما هو الشفاء الذي حمله القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو الشفاء الذي أشارت إلى الآية. أكو عندنا طبعا شفاء من زيغ العقيدة، وشفاء من مرض الجهل، وشفاء من مرض الجسد. إذن يعالجهن الإسلام بنوعين من العلاج. العلاج الأول العلاج المباشر. العلاج المباشر شنو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مرضتم تداووا، فإن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. أنت ابحث عن الدواء، يعني الوسائل الطبيعية، الوسائل الطبيعية استعملها. إذا الوسائل الطبيعية ما قدرت توصلك إلى نتيجة، ذاك الوقت ارجع إلى الوسائل الغيبية، إلى القوى الغيبية. مبدئيا لا بد من استعمال الوسيلة الطبيعية. خلي أقرب لك المعنى، يعني دفرض أنا أريد أحصل لي قرصة خبز أكلها بأي طريق، طبيعة الحال مو من أول الأمر أجي يا ربي اعطيني طعام، لا، يقول لي أنا أعطيتك عضلات، أعطيتك قطعة أرض، وحطيت لك ماي، نعم اجرع الأرض وطلع منها الحبوب واستعمل الوسائل إلى أن تأكلها، هذه الوسيلة الطبيعية. وإذا لا والله استعملت الوسائل الطبيعية وما صار شيء، يعني حرثت الأرض وهديت الماي وذبيت البذر وما صار شيء، أنقطع إلى الله عز وجل ذاك الوقت بعد أن تكدي الوسائل. إذن مو رأسا أنا أترك الوسيلة الطبيعية وأجي، يعني هذا يتمرض، مو أنا بمجرد أن تمرضت رأسا أتجه إلى الدعاء، لا، الدعاء أخليه صمام آمن. مبدئيا أذهب إلى الوسائل الطبيعية، قدرة الوسائل، لأن الله عز وجل جعل الشفاء فيها، فهي أيضا من قبل الله. من خلقها؟ هي أيضا خلقها الله تبارك وتعالى، يعني هالأدوية الله عز وجل أفاض عليها الوجود خلقها، إذن هو واضع لي هذا. فأنا أجي إلى الطريقة الطبيعية، إلى الوسيلة الطبيعية، إذا لا والله ما نجحت في ذاك الوقت أرجع إلى الله تبارك وتعالى. فأول النبي يقول إذا مرضتم فتداووا، تداووا شنو هي طريقة الدواء؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شفاء أمتي في ثلاث. قالوا له ما هي يا رسول الله؟ قال آية من كتاب الله، أو لعقة من عسل، أو مشرط، أو جرح يعني شرطة، نعم، من سكين أو من مشرط. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن أكو عندنا نوعين من العلاج، أكو عندنا علاج نفسي نعالج بالأمور الدينية بالأمور الروحية، وأكو عندنا علاج جسدي إما بالدواء بالجوف أو بعملية جراحية. لأن الجرح مال المشرط إشارة إلى العملية الجراحية، ولعقة العسل إشارة إلى تناول الدواء، وآية من كتاب الله إشارة إلى العلاج الروحي. العلاج الروحي طبعا، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جن عليه الليل وإذا مرض يقرأ القرآن وينفث على نفسه، كان هكذا يقرأ القرآن وينفث ويمسح على جسده على بدنه. إذن
مسألة علاج الإنسان تأخذ الطرق اللي تغطي هالجوانب كلها، إما علاج جسدي يحتاج إلى عملية جراحية تنص الرواية على نموذج من العملية الجراحية، أو يحتاج إلى دواء يتناول عن طريق الجوف تنص الرواية على ذلك، أو يحتاج إلى علاج نفسي علاج روحي. فهي الطريقة المباشرة، إذا مرضتم فتداووا رأسا. بعدين أكو الطريق غير المباشر. الطريق غير المباشر شنو؟ أن الإنسان مثلا يعالج نفسه بالطريق غير المباشر، ياهو شو وقت يعالج نفسه بالابتعاد عما يسبب له الأذى وبالانقطاع إلى الله عز وجل. كأنه وسيلتين، وسيلة بصورة مباشرة نأخذ بها الدواء، ووسيلة أخرى لتقوية العامل النفسي نضرع بها إلى الله. فإذا الآية تقول القرآن الكريم فيه شفاء للناس. خلي نلاحظ ظن الجوانب شلون الإسلام عالجهن أو شلون شافانا. تدري الجزيرة العربية لما بعث النبي شقد كان أكو بها ناس يقرون ويكتبون؟ البلاذري يقول 17 واحد مجموع اللي عندهم قدرة على القراءة والكتابة، أو القراءة دون الكتابة، أو الكتابة والقراءة، هذول 17 واحد مجموعهم. كل المجموع الجزيرة كانت تغط بالأمية إلى ذقنها، مملوءة أمية. فإجا الإسلام عالج لهذا. بيش عالج؟ عالج بنشب العلم، عالج بالقرآن، لأن القرآن الكريم دفع الناس دفعا إلى العلم. شو يقول القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل ربي زدني علما، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. يعني يدفع الناس دفع إلى سلوك طريق العلم، لأن الأمة اللي ما بها علم ما تقدر تعتبرها أمة حية، أمة ميتة. العلم في الواقع، العلم بالواقع عز في الدنيا وقربة إلى الله، خصوص العلم اللي يستخدم الإنسان لخدمة الإنسانية ويستخدم في طريق الله. متنبه لي أكو نمط من العلم بعض الناس يستخدم وسيلة لمآرب شخصية، هذا مو علم، هذا في الواقع يتحول إلى آلة، إلى مصيدة. العلم إذا لم ينفع الإنسانية هذا مو علم. المفروض أن العلم بدواء للإنسانية، دواء من كل نواقصها. إذا لا والله علم ما بي دواء من النواقص، ما يعني مثلا خل أضرب لك مثل. أنا مرة أقرأ لي آية بالقرآن الكريم وألقى لي حولها بحث لبعض الفقهاء يشرح لي الفقيه كيف مثلا من هذه الآية أخذ حكم الأسرة مثلا. شلون يعني؟ يعني أنا لما أقرأ الآية الكريمة بالنسبة إلى الأبوين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يجيني الفقيه يشرح لي طريقة معاملة أبوي، شلون أنا أعامل أبوي، شنو يجوز لي شنو ما يجوز لي. يعني دي ربيني تربية أسروية، جاي يعطيني نمط من التربية ومن القواعد والتهذيب حتى أتعامل مع الأسرة وفق ما أراد الله. هذا علم ينتفع به، يريد يقومني. أقول لا والله، فد واحد يكتب له 3 صفحات عن نملة سليمان. شان اسمها هاي نملة سليمان؟ شنو كان اسمها؟ وش كبرها؟ سودة لونها أبيض أو أسود؟ أرجوك أنا إيش حال تصير سودة أو أبيض؟ شو معدانها؟ شنو اسمها؟ ما يعنيني هذا لا في قليل ولا في كثير. أكو نوع من العلم من هالنوع، نوع من العلم من هالنوع. يعني تصور إحنا عدنا ترى في تاريخنا أكو أشياء كثيرة من هالنوع. هذا يجيك هواية ما كلش حامي، تعال مولانا وش وين الإمام علي ذبح الجنون قتل الجن؟ يا أخي تجابك للطلايب سيذبح جنونه وما ذبح الشحنة حاجة إلى تذبيح جنون؟ تتأمل. يا أرجوك يا أخي تعال ادرس علي ابن أبي طالب كرسالة إنسانية، ادرس علي ابن أبي طالب قمة أغنى الإنسانية بالخلق وبالبطولة وبالشجاعة في الحدود. علي ابن طالب ما مكلف في قاتل الجن.
فالشي كلام لا يضر ولا ينفع ما يعنينا، لا، العلم اللي يرفع من مستواي خلقا، يرفع من مستواي آدابا وفكرا، ينظم لي شؤون حياتي ومعادي، هذا هو العلم، ينفعني في الآخرة أو ينفعني في الدنيا. إذن العلم، الله عز وجل دفع الناس إلى العلم دفعا عن طريق الرسالة التي بعث بها نبيه، والنبي صلى الله عليه وآله كان يدفع الناس دفعا إلى طلب العلم. وإجا تأريخنا أيضا لعب دور ضخم. شي يقول الإمام الصادق؟ يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. ولذلك الطب إلى مسجد الكوفة في أيام الإمام الصادق، تلقى 900 شيخ كل يقول: حدثني جعفر ابن محمد الصادق. 900 حلقة علمية، نبه لي. تلقى حلقة دراسية هنا بالفكر، أخرى بالأدب، أخرى باللغة، أخرى بالفقه، أخرى مثلا بمبادئ أصول الفقه مثلا، أخرى بالعقائد، يعني العلوم الإسلامية باستيعاب بها للعلوم الإسلامية. كل حلقة تدرس بجانب من الجوانب، يعني 900 حلقة دراسية، مو تصور سهل. يعني اليوم لعل أكبر جامعة قد ما تحصل على هالرقم، هذا الرقم الكبير في مسجد الكوفة. كانوا كل واحد متناول جانب بعد من أبعاد المعرفة ومصدره، أو بالأحرى مدركه أو أستاذه، الإمام الصادق سلام الله عليه. والغريب أن شوف، مع الأسف يعني، وهذا واحد مؤرخ أو جملة من المؤرخين يستكثرون على الإمام الصادق أن مدرس كيمياء، أو أن علم جابر بن حيان الكيمياء. يقولون جابر بن حيان تعلم الكيمياء منين؟ أخذ الكيمياء ودرسها على يد خالد بن يزيد بن معاوية. تدريش كثر أكو بين موت خالد وبين ولادة جابر بن حيان؟ شقد خالد مات وبعد 17 سنة يلا نولد جابر بن حيان. لاحظ شمول يريد يكذب لك كذبة، خلي يسطرها زين، ما يقدر يسطرها. نتأمل اشتعوى ليش يا أخي، والله غريب هالموقف، ليش من أهل البيت دول آل محمد، دول عدلوا الكتاب. على العموم أعود للموضوع. إذن دواء الجهل هو الدفع إلى طلب العلم، ولا تتصور أكو دين يدفع دفعا إلى طلب. إحنا ما عندنا في تاريخنا محاربة للعلم أبدا، عندنا محاربة للإلحاد تمام، لكن العلم ما حاربه تاريخنا أبدا، بالعكس. أول آية نزلت من السماء تبشر بالعلم. يعني مثلا إذا ندرس تاريخ كوبرنيكوس أو غاليليو أو غيره من المخترعين اللي وقفت منهم الكنيسة موقف شرس من أجل حمل نظرية علمية، ليش تقول أن الأرض مثلا هي تدور حول الشمس؟ ليش ما تقول لا، الشمس تدور حول الأرض؟ ينشنق من أجل نظرية. ما عندنا إحنا الحكي هذا، بالعكس تماما، عندنا دفع للعلم. وأكثر من هذا، الإمام سلام الله عليه كان يربي الروح العلمية ويجادل من يجادلونه. فديوم طبع لي واحد من الملحدين أبو شاكر الديصاني، طبع على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: ألك رب؟ قال الإمام: بلى. قال له: ربك ما يصنع؟ قال له: ربي يحيي ويميت. قال له: أنا أحيي وأميت. قال له: أنت؟ قال له: بلى. شلون؟ برهلي. قال له: أميت الآن، أخذ سيفي أضرب واحد أقتله أموت. قال له: عرفناها. تحيي شلون؟ قال له: أنا أسوي حياة، أبعث الحياة. قال له: سويها للعملية وتعال. إجا أخذ له قطعة لحم، حطها بقارورة شيشة وأراق عليها شيئا من الحوامض وأغلقها، تفاعلت هاي، صارت بها ديدان، حشرات صار بها. من صارت بها ديدان إجا جابها، قال له: هاي أنا خلقتها. قال له: أنت خلقتها؟ قال: بلى. قال: زين، خليها ما أقوله بعدك، أنت الآن على قاعدتك. اللي يخلق يعرف خالق إيش كم واحد، ويعرف خالق ذكر أو أنثى، هاي كم عددها؟ اخبرني عن عددها وعن صنف الذكور من الأناث فيها، حتى تعرف أنت خالق أو لا. سكت. قال له: ما لي أراك سكت؟ قال له: ما ظننتك تسألني هذا السؤال، أنا مدريني.
أنت مجرد سبب طبيعي، أنت جبت الأشياء مثل ما يسموها المعدات، أنت جبتها نعم، وقدرة الله عز وجل لا بخل في ساحتها، لما تجتمع المستعدات الله يفيض الوجود، وإلا أنت مو أنت ما تستطيع تدفع عن نفسك أذى ذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا في واقع الأمر العلم عندنا نشأ في كنف الإسلام واستقبل غاية الاستقبال، وأبدا ما كتشنج إجاءه، وبالعكس كانوا جماعة ملاحدة يجادلون الأئمة حتى بوجود الله، وما كان يضيق بهم هذا المعنى أبدا، ربهم تربية علمية تماما. فمرض الجهل دواه بالعلم، بعد زيغ الإلحاد دواه بالعقيدة، زيغ الإلحاد دواه بالعقيدة. كيف؟ إجا الإسلام عالجهم معالجة هادئة، قالهم هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، مو الشكل أنت تخلق بيدك صنم، هذا الصنم اللي أنت تصنع بيدك معناه مفتقر إليك، هو مفتقر في وجوده إلى يدك، إنت لو ما أنت تنحت ما يصير، معناه إنت أوجدته، فهو مفتقر بوجوده لك، شلون تفتقر بوجودك له؟ إذا هو مفتقر بوجوده لك، كيف ليش تعكس الوضع؟ تفتقر أنت بوجودك له، وهذا لا يضر ولا ينفع. قالهم هذه آلهتكم آلهة لا ضرر فيها ولا اتجهوا إلى الله عز وجل. أنتوا مثلا أكو عندكم بعضهم فراغ ما عنده إلحاد، ما عنده حتى إيمان بصنم، اجى حاكاله شنو فطرته، قال له تعال أنت ادرس وضعك عن طريق الفطرة، أنت شخصيا هذا الفراغ اللي عندك في ذهنك هذا على باطل، فكر شوية جيد بأنك ما خلقت سدى، أنت مخلوق كائن مميز مكرم، والكائن المميز لابد له من نظام، والدين نظام، وإجا الإسلام يبث عندهم هذا اللون من الفكر حتى استطاع أن يقربهم إلى الإيمان برب واحد، استطاع أن ينبذ عنهم عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، خاطب فطرتهم ثم خاطب عقولهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي ردح وقت طويل من الزمن معهم بين معاطن الإبل، يعلم هذا ويرشد هذا ويوجه هذا، حتى استطاع أن يشتل الإلحاد من نفوسهم. نبالي يقولهم أنتم فطرتكم ناطقة بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يقولون أنتم شخصيا تمرون تلقوا لكم أثر على الرمل، هذا الأثر اللي تلقوه على الرمل إذا أحد يسألكم منين تقولوا لكم مؤثر مر هنا وترك أثر على الرمل، فهي السماوات والأرض هاي تصورها صارت وحدها، أنتم تستكثرون شلون إحنا نخلق، يقولهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهكذا. فبدأ القرآن يخاب يكلم فطرتهم أو يكلم، إلى أن أرشدهم إلى الهدى، عالج زيغ العقيدة بيش؟ بفكر القرآن، حمل فكر القرآن فعالج به زيغ العقيدة، وبعد عالج أجسادهم بيش عالجها؟ عالجها بالأدوية، لأن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدفعهم إلى التداوي، قال لهم طلعوا من هالقوقعة اللي أنتم مفكرين بها بأنكم تعالجون أنفسكم بأشياء وهمية أو خرافية، لا لا، ما خلق الله عز وجل ما جعل داء إلا وخلق له دواء، وبالفعل قضى على هذه الأمراض بأجمعها. من بعد هذا نرجع إلى المقطع الثاني من الآية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شنو هي الرحمة؟ يقولون الرحمة ثلاثة، أولا تفريج الكروب، وثانيا تطهير العيوب، وثالثا غفران الذنوب. خلنا نشوف ذني شنو هي. أولا تفريج الكروب،
نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم بحق محمد وآله، ولا يترك في بيت اللوعة بحق محمد وآل محمد. تفريج الكروب الحقيقة شلون يعني؟ إجا القرآن الكريم هالجانب هذا، قالهم أنتوا الأمور اللي تنتابكم صنفين، صنف تقدرون أنتوا على تصليحها، الأشياء اللي واقعة تحت سلطتكم تقدرون تصلحوها أنتوا، لكن اللي ما تقدرون على تصليحها انقطعوا به إلى الله. نبالي. فإجا القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فبدأ القرآن يعالج هالجانب علاج نفسي، لأنه نزول المصيبة إذا ما يصير إلى امتصاص نفسي ينفجر الإنسان من الألم. يعني إجا القرآن الكريم أفهمهم، ترى أكو نوع من الابتلاءات هي عبارة عن وسيلة لاختباركم، فإن تنقطع إلى الله، أحيانا الله عز وجل يؤدب بعض عباده بالبلاء، نبه لي، أحيانا يؤدب بعض عباده بالبلاء، لأن بعض العباد يطغى إذا ما شوية شوية إذا ما يحصل له فرد لطمة ما يعرف الله أبدا. صدقني أن الإنسان يطغى، يصير عنده طغيان. الله تبارك وتعالى أحيانا يعالجه بشيء من التأديب، وهذا التأديب ترى مو انتقام، لا لا لا، تهذيب، عملية تهذيب مو أكثر، ولا مو عملية انتقام، لأن الله عز وجل لا يريد أن ينتقم من عباده. هذه نقطة عبارة عن تفريج الكروب، وألزمنا الإسلام في مقام تفريج الكروب، الكرب الذي لا نقوى على دفعه، أن نضرع به إلى الله عز وجل. شو يقول للإمام زين العابدين في دعاء؟ يقول له إلهي، كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. يا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. فتأمل، رسم لنا الإسلام على يد قادته مناهج لتفريج الكروب، أهمها الانقطاع إلى الله عز وجل عندما نريد أن ندعو. هاي تفريج الكروب. بعد تطهير العيوب. تطهير العيوب كيف يتم؟ شلون يطهر العيب؟ يطهر العيب بالإرشادات. القرآن الكريم به صفحات كبيرة، بأبعاد كبيرة للإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أما هذا كله نمط من أنماط تطهير عيوب الإنسان. تعال أنت يعني من ما يحكي قصة القرآن، لا، هذا أمر في سورة الخبر، جاي أمرنا تمر باللغو، نعم، خلي إذنك أكبر من اللغو، ولي أذن عن الفحشاء صمة. فأنت إذا مررت باللغو مر كريما، ولا تشهد الزور، وهذب نفسك، لا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. يعني هاي الأبعاد الأخلاقية اللي اعتمدها القرآن في تربية الفرد المسلم. وترى الإنسان إذا طلعت من الأخلاق فاللحمة جايفة، ترى متنبالي شوي، إذا عريت من الأخلاق كتلة من اللحم والدم مو أكثر. القرآن الإنسان إنما صار ضخم بأخلاقه بقيمه إذا جردت من الأخلاق. ولذلك أذكر نصيب هذا كان أديب شاعر، يدخل على عبد الملك، وعبد الملك ينادم لأدبه لفكره، وعنده شعر رائع هو هذا نصيب أو نصيب على قراءتين. نصيب دخل عليه يوما وعبد الملك يعاقر الخمرة، لما دخل التفت للساقي قال له اعطيه خمر، قال له أصلح الله الخليفة تعطيني مجال شوي أتكلم، قال له نعم،
قال لي أنا عندما أدخل إليك وأنت توشع لي مكان يمك وتقربني أكثر من غيري بأي دافع؟ شنو الدافع يعني؟ أنا لوني جميل؟ قال لا. قال لي حشبي ضخم؟ أنا يعني أنتمي إلى عشيرة ضخمة؟ قال لا. قال إذن شنو ريحي طيب؟ قال لي إذن من أجل ماذا؟ قال لي من أجل أدبك، من أجل فكرك. قال لي أدبي فرع وجود عقلي، إذا أعطيتني خمرة وسلبت عقلي بعد بيش أستحق أني أقعد يمك؟ سكت. قال لي خلاص كف عنه. فالواقع الإنسان إذا جردت أنت من فكرة، من عقله، من أدبه، الموت هو أحسن لأشرف له. مو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى، فإن فقد فإن فقد الحياة أجمل به. إذن عالج الإسلام هذا المرض بيش عالجه؟ عالجه بالأبعاد الأخلاقية التي وضعها في القرآن الكريم، وبعد عالج الأجساد بما أرشد إليه. فنجي، هي الرحمة أولا تفريج الكروب، وثانيا تطهير العيوب. اللي قلت لك أن الإسلام عالج تطهير العيوب بهذا اللون من الأبعاد الأخلاقية، وثالثا بعد شنو؟ الفضل. هذا اللي نعبر عنه فضيلة الدعاء أو فضيلة قراءة القرآن اللي تعود على الإنسان بفائدة كبرى. كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: من قرأ حرفا من القرآن منحه الله به حسنة. نبه لي الحرف، ترى ما المقصود حرف بالمعنى اللي نعرفه؟ يعني مثلا الكلمة بيهش كم حرف؟ ها، مو يعني حرف من حروف الكلمة، لا، يعني المقصود ولو قليل من القرآن. هذا مثل يضرب، يعني اللي يقرأ ولو قليل من القرآن الله عز وجل يعطيه به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها على تعبير النبي صلى الله عليه وآله. بس هو المقصود به يعني ولو قليل من القرآن، أن الإنسان خصوصا إذا قعد الصبح يريد يواجه الحياة، وأول ما يفتح عينه بالقرآن الكريم يستلهم من معانيه الكريمة. فقراءة القرآن في هذا المورد تعتبر من أولى موجبات الحسنات. بس الغريب أكو عندنا فد مفسرين حرفيين، يعني كل بيقول الحرف يعني ولو الباء مثلا من بسم الله، محكي هذا. هاي مثل شفت لي فد واحد من فقهاء المذاهب الإسلامية يجي إلى هاي المسألة: ماكو أن المرأة البكر تستأذن في زواجها وأذنها صماتها، أنه إذا أرادوا يزوجوها يأخذون إذنها، يأخذون رأيها، والولي يأخذ رأيها، فإذا تستحي هي من أبوها أو أخوها تصمت تسكت، إذا سكتت، إذا ما تريد مثلا تقول أنا ما أريد، لكن إذا سكتت معناه راضية، أذنها صماتها. يجي هذا اللي يسمي نفسه فقيه يقول هاي لو قالت رضيت ما ينعقد العقد، لأن الإسلام قال أذنها صماتها أن تسكت، وهي نطقت والنطق ما يحل المشكلة. عجيب، كد عبقريات أكو من هالنوع. يا الواقع هذا من النوع يصر على أن المقصود بالحرف من القرآن يعني هو هذا، حرف الباء. يا أخي مو هالشكل، لا، النبي صلى الله عليه وآله أراد ولو القليل، فيقول أن برحمة للمؤمنين. طيب القرآن الكريم كله رحمة، بعد ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ما يزيد الظالمين إلا خسار. شنو يعني الظالم؟ هو من يبتعد ويعتدي ويبتعد عن جادة الصواب. وبالفعل ذول الظالمين كانوا ما ينتفعون بالقرآن. النبي صلى الله عليه وآله كان لما يقرأ القرآن ما يشمعوا ذول، يقومون يلغون يجدون في الضوضاء حتى لا يسمعون القرآن. شنو؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أي نزلت بالوليد ابن المغيرة، كان إذا قرأ سمع قراءة القرآن يعرض يدير وجهه، وما كن نعمة أعظم من نعمة القرآن.
فهذا كان يبتعد عن قراءة القرآن. القرآن ربيع القلوب، القرآن شفاء الصدور بمضمونه وبشروحه. ولذلك المؤرخين يقولون الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة أبيها صار عندها صدمة كبيرة، يعني كانت من بعد وفاة أبيها بعد ما أصبحت تلتذ بمجتمع أو تقعد، غلب عليها الدمع والحزن والأسى أيامها ولياليها بين قبر أبيها. موش يقول الشاعر؟ الشاعر يقول إن قبر الحبيب دار، ودار ليس فيها الحبيب قبر كئيب. فهي لما تمر ببيت النبي وتشوف خالي من أبيها ملك عليها سمعها وبصرها، بيش كان يسليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يسليها بالقرآن، قراءة القرآن وبالشروح، لأن كانت إذا نزلت آية من كتاب الله الإمام أمير المؤمنين يسأل النبي عن معناها، يشرح له معناها ويكتب الشرح، يكتب في ذيل الآية. هو هذا قرآن فاطمة اللي يقول به الإمام سلام الله عليه ما فيه من كتابكم آية، يعني المقصود به شروح القرآن، تفسير القرآن. هذا كان مصحف فاطمة. اللي الآن يهرجون علينا أنه دولة عندهم قرآن غير وضمي، لما يطلع صاحب الزمان يلا يطلعه، المهرجين المرتزقة. هو ترى المقصود هو هذا، يعني الشرح الروايات اللي كان الإمام علي عليه السلام يأمره النبي بأن يضع شرح الآية في ذيلها، فكان يأخذ الشروح يكتبها ويعبر عن شرح القرآن بأنه قرآن أيضا، هذا تعبير مألوف معروف عند كل المؤلفين. زين، فكان الإمام علي عليه السلام يسلي الزهراء، يمتص همومها، يفرج كربها بقراءة القرآن. لكن كانت إذا اشتدت شوي عليها أحيانا الذكرى، إذا اشتدت عليها تأخذ بيد الحسن والحسين وتجي لوين؟ إلى قبر رسول الله، تجلس على القبر. نفسي على حسرات يا محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحشرات. أبا لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. أبوي خلاف عينك ما رعاني، خلاف عينك ما رعاني، قم خذوا نحلتي وبكى وعيوني، داعيتهم بأن كروني. وظلت على هالحالة إلى أن لحقت بربها، والدمع لم يفارق عينيها، والألم لم يفارق شعورها. يا قلب ذوب وهيلي يا دمعي، يا دمعي على الماء وتصرخ يا ضلعي. تعرف مات ربيب لرسول الله
واحد يعتبر ربيب للنبي انقلبت الدنيا في تشييعه. تعرف اللي شيعه والزهراء ايش كثر اللي طلعوا؟ ها اللي طلعوا الى تشييعه ترى 8 ها مو اكثر، سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسنان. ولما اجوا الى التشييع الامام علي امر ابا ذر قال له يا عم خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار. رجع بهم إلى الدار وأخذ أمير المؤمنين يجول على قبرها. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا أم يرد جواب. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جناد لي أن وترى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات نسألك بكل ذلك فرج عنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com